coming. Geldik, geldik. Allah'ım kıyamam ya, bebek de var. Abi orada da bir cesetler var. Kırılım canlı canlı. Canlı abi. Abi ya. Abi canlı. Abi canlı. Allah'ım canlı. Canlı çabuk suyu çıkar ağzından abi. Kaldır yukarı bacaklarından havaya kaldır. Bacaklarından havaya kaldır. Allah'ım ya Rabbim, nerede bu sahil güvenlik ya? Why would anyone risk his own and his children's lives by crossing the Mediterranean in a small boat? After fleeing from a war zone, many refugees arrive in Istanbul, the gateway to Europe, and the traditional place of refuge for the entire region. Will they stay here, or is Istanbul just a stop along the way? Is the idea of crossing the sea to Europe just too attractive? Almanya azama ulaşmakta mı? İşte hatta safi doğru diye dosyası ya. Poşega yani avı mehne elektroniyat derkettir. Mıra zemci konu kovakım. This is Backlight. Welcome to Shelter in the Region. After the agreement between Turkey and the European Union, in which Europe promised billions of euros in exchange for better border control and even enforced repatriation, the dilemmas caused by over half a million refugees in the city are still unchanged. And it remains to be seen whether Turkey can prevent people from embarking on the boat trip to Europe. There is much talk about shelter in the region. But what does that actually mean in practice, especially when large numbers of refugees get stuck in the city and can't go any further? Sabah khayr, sen emin? Nasıl saat tavımız? يعني مشان ما اقتل حدا من سوريا انه نحن ما حدا يموت ما انا اموت وما اقتل حدا عند كنت بالخدمه انا كنت احكي اتواصل مع اهلي انه يقولوا لي انه مثلا اهل بلدك عم بتموت يعني انه انت والاولاد منطقتك عم بتموت وانت بالجيش هو الجيش اللي عم يقتل العالم يعني إيه انا لاحظت هالشيء انه عند كل ما يصير تفجيرات مثلا بالاركان او تفجيرات بالشام انه هنا فجرت تفجيرات معقول ارهابيه هو إرهابية بالبلد ما في يعني كله أهل البلد من هو أنا من هون أخذ قراري كيف إجيت لتركيا إجيت مع أخوك إجيت قبله أو بعده لا جينا سوا جينا سوا إحنا طلعنا أنا وياه من سوريا وقطعنا التيل وجينا سوا لهون طريق 27 ساعة 27 ساعة 27 ساعة يعني جيت لوحدك ولا عن طريق مهرب هو دخلك او حدا كشف لك الطريق تعرفت على واحد هنيك ودخلني تقريبا شي 3 ساعات لحتى دخلت وبين ما وصلت منطقه تركيه وتعذبت تعذبت كان كثير. صعب هالشيء هذا تعذبت كثير ما بعرف احكي وما بعرف انا غير عربي وشوي انجليزي يعني مثلا انه احكي معهم بالاخير شوي شوي انه في ناس هنيك ساعدوني وقالوا لي تطلع من هون مثلا قطعت بالباص وطلعت جيت على اسطنبول فورا جيت على اسطنبول اي نعم صار لي تقريبا سنتين وشوي سنتين وشهر بشكل عام ضليت شهر وشوي انا برا من بالحديقه
واحيانا انه انا اروح على الانترنت مثلا انه انا ما هنيك ما يعني صاحب محل ما يرضى يروح يقلعني قال لي بصح لك على البوليس خليه يجي ياخذك. ومثلا هون اذا واحد صاحب البوليس بزتك على الحدود ما في رجعه. اما اشتغلت من المعمل انه اشتغلت هنيك مثلا دبرت منامي تعرفت على حدا يعني ما عاد فيني انه اعمل اكثر من هيك. ايه وانه انا مهنيك اضبط حالي انه اقدر الامكان انه ابعث مصاري لاهلي مثلا. كنت عم تساعد اهلك؟ كنت اساعد اهلي مجبور انه اساعد اهلي. ما في ما عندهم دخل ما في ما في اي شيء عندهم كله غالي. انا هلا بشتغل بمحل البسة. ايه بشغلي محل البسة انه انا مثلا قاعد هون ساكن انا نحن البيت انا ورفقاتي نحن أربعة بالبيت كلياتنا بنجمع مثلا على 300 كل واحد مثلا 100 من كلياتنا بنجمع ندفع اجار البيت هيك انا مشان احاول بحسن لحتى جمع مثل اخي مثل ما جمع اخي بجمع انا يعني مثل ما هو جمع بثمان شهور انا بجمع لازم اجمع بثمان شهور. أنا تأخرت ولا أنتِ؟ شو هي عليكي؟ ليك طلع اليمين ويسار إذا ما في حدا بتطع الشارع تمام؟ يلا مش شو؟ أطفال العالم والنادي من أكبر منا مستقبلنا في أيديكم مستقبلنا في أيديكم ألا يقبل أحد عنا ولتحمونا في عاطيكم. نافيمي سلمى أكتا أج باجاري سوريمة أج باجاري قامشلومة بري أنا بشش صالة أسبقى شغي درباسي عرضة تركيبهم دريا جيلان بنار أزرباسهم أجي جيلان بنار ديرك هاتم باجاري إسطنبولي دي صالة عولدة قالك سقنتي مال عرضة إسطنبولي ديتن مسألة زمان بو زماني ماني تركي تنبو سقنتي ما قالك ديتن دبايوير أشم خد أوقلي تركادة قيت قر أشم أوقلي زماني مباش شيبو زماني مني تركي باش شيبو أزعلمي متركي حرب السوري دس بيكر ملتي سوري هيدي هيدي درباسي عرضة تركيبون عرضة تركيبون إيج نخوشكتن إيج خينين كاريبون بديتانا زحمتي ديتن متخص از آلی کاری که بچه هایی به یاردمی بی و انسان ربکم و کسار بکم از گیام چن حب ایگ خیر خواص ایگ خیر خواص آلی کاری مرکرن ترک ایگ خیر خواص آلی کاری مرکرن از بوم یاردم جی بذی ملتی ره كلها هيدي هيدي از فكريم دس بكمالي بكم كمالا سوز يا سوري إغاسي ده وهم تربوي هم فني ج باكيتي معوني ج كارتي بيمي ج قيافتا ج أشياء مالي جيان دستي ده حزار وسي صد عائلي ج دربي وينا مشار حب مدرسة يك جيل نصيبيني يك جيل باتماني وده حب جيل إسطنبولي تقريبا حزار وحيصد ورنجيمة طلابيمة هبون حشتي وده معلم جنايدين جنايدين ناس السنز نابي السنز أترن بوغين Biz ders alacak. Dersimiz renkler. Ne demek renkler? Alvan. Arapça konuşun. Alvan. 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 Tamam. Ben burada öğretmenlik yapıyorum. Türkçe öğretmenlik. Bunlar bizim çocuklarımız. En iyi istiyorum onun. O yüzden ben bu iş yaptım.
Türkçe öğretmenlik yaşamak için ben yaptım bunu. كيفكم يا بنات يا حلوين؟ الحمد لله. قديش أخذت بالامتحانات؟ عشرة. واحد 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 واحد. الصف شوي 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 شوي. تمام شوي شوي. هذه كروشيرز. كروشيرز. باي باي. يعطيكم العافية يا شباب. نحن جايين ناخذ أغراض لعائلة سورية جاية جديد من سوريا ساكنين بأسنيورت. من عندك بناخذ الأغراض، برات وغسالة وغاز وبطانيات ولحاف وطقم كنبايات. تمام أهلا وسهلا. إذا موجودين عندك. طبعا. بس نتفع على السعر. تمام. دفتر وقلم إذا موجود عندك. كل وحدة بقديش بتجي؟ 35. هلا أنا حسبتهم حسب يعني هيك كلهم ثلاثة بقلب بعض، عم نبيع نحن ب40 بس لأنها عقد سورية. تمام. 100 ثلاثة. ثلاث بطانيات 100 ليرة. تمام. يوسف فوق البراد في كيس. الغسالة الوسطانية. رجع هذا لمحله؟ رجع هذا لمحله؟ علي كارياج افنا برجمت خازه بريوانا سجادنه باكيتي معونينه جرد بيقدا تشكي زاروكانه هنك جي بيتشك درباسونه بريوانا اي سيمي واي فقير دعوه خوارنيتكن ما زلت مصرة على عدم إظهار وجهي على حقيقته لأن هذا الموضوع محرج جدا بالنسبة لي. أولا لأن لدينا الكثير من المعارف والأصحاب والأصدقاء من يعرفوننا جيدا، إضافة لأنه الأولاد ما بريدون أنه يسبب لهم أي إحراج هذا الموضوع مستقبلا من قبل المجتمع اللي إحنا كنا عايشين فيه. كنا عايشين بسوريا بيلدا بريف العاصمة تقريبا صاير يعني. كنت عايشة مع أولادي، زوجي كان في البيت فطلع من البيت لحتى يجيب بعض الأشياء فما رجع فاختفى. بنعتقد أنه كان معتقل يعني وما زال معتقل حتى الآن، وهذا الموضوع كان مشي 3 سنين. بحثنا عنه بكل مكان بس ما وجدنا عنه أي معلومة يعني. انتقلت إلى حلب منذ سنة، بعد ذلك أتيت إلى تركيا بشكل غير نظامي. حاليا أفكر بالاستقرار وأطمح إلى أن أجد عمل يتناسب مع الظروف المعيشية بتركيا من حيث مدارس الأولاد، من حيث أجرة السكن، من حيث المواصلات للعمل. موضوع أن أنا أقطع نظامي على أوروبا ما في مجال أبدا، لا ماديا ولا حتى بموضوع فيزا ولا حتى بشكل نظامي أبدا. إضافة لأنه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأزمة السورية بتنحل وبنرجع نحن بوقت قريب جدا بإذن الله. بإذن الله. يارا قلت لي مروب روما ما انت كارم مكتبي روما 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 انت كارم مكتبي انجلا ده تعبه هو بشو روما انت عارف شغل روما درو شغل شهر ساعتين درو تنعرف تقرب زروبي روح عقوبة يا روما درو نرب ما تكار إني أنت شتوهين يا رب جوان ودي سو الحمد لله يعني وضعي مال تركيش برلاج إنا تشيترا بركات بيرسن
بس چیش که زوری یعنی چه قطب مثلا ترکیه رنده لبنانه رنده مثلا گرنده لیتش راک مال مرد نه بسكن مثلا جركي وكي دبن يعني حالي حر سوريا لك الفدارة يعني روي مراج مولي خود داردك هذا قيبة دقرة يعني حياتي تقي تشوير ذر مثلا تكي بس حياتي تقي شغل 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 يعني مثلا لو يمن درجة أولى متفوق المكتبة هسه أنا مجبور بمج مكتبة دار خصة كتكم إيش معنى شو معنى عيشاتي كل فاتي من أخوش بالفدارة ورا دیس که بین ور تف ام چون مستشفا درا یکی هم استقبال نکرن فیزاجیک دخواست گیا گو فیزاجیک بهای سوریالیه یا بانجیه یعنی کسی لیه نانره او ورا اوجی کرچکی خواه جابی فرا بی واکی فی ملیتی گشتک سر را کروچی یعنی مریک شش نقل خال بحری خه یعنی خیره که خواه شش نقل خال بحری خه هرگ نمجبور به یعنی ده جرا مثلا که بفتسی یا فتسی یا رش به در نجور به و من هشی چو دیسا عيشات لتركيا زورة أري كوضع لاجئين أنفر بكيفن أي مواطن تركي لنجي خدافي كدري أم لنجي خدافين ورج مارقو بقى فاكرين اللي نوفي ما أم يابون جينا مثلا سي صالة الفداري ما توبة حرام بما تشجيكي دي خاني من هوي هوي يعني أكي چوبة مثلا دبنج سوريا ياردمي تي ياردمي كا ياردمي دانما ما تشكيسي ندي جوانا ادوسه سالم انا كان عندي رفقات في سوريا واحد عربي واحد كردي واحد اما بعض والله كثير من رفقاتي كنت بحبهم بس يعني احسن رفيقين اللي انخطفوا واحد كان كنت انا وصف الثالث كنت انا وصف الثالث واحد جاي على المدرسه الساعه 9 صارت الساعه 2 امه اتصلت فيني قال ابني ما اجى قال المدير قال لا والله قال والله الولد انخطف الولد راح كان في عندي رفيق تاني كمان حلب اجت قذيفة على بيته هو كمان راح بالقذيفة حرام والله كنت احبه كثير كان اقرب رفيق الي راح بالقذيفة Yani ben değilsin yardımcı olur abi yapabildiğimiz kadar. Ben telefonun ruhunu biliyorum da şimdi Suriye'den geldiysen Bak abi bunlar hepsi kimisi Almanya'dan, kimisi işte Çin'den ama hepsi orijinal garantisiz telefonlar, kutusuz garantisiz. Ama telefon aynı telefon kalıyor. Bak mesela Discovery 2 var burada. Ya, anlıyorum şimdi. Aynı ama spot. Aldığın zaman. Şuna maktabı, sol kelver şu maktabı. Ona koyucu azil bir dış oğlum. Dekimi nakoşa. Havcı halen dış oğlu. Bofkimi derket Almanya. از حالیم ورد شدم دو سه ساعت دهانی و ده حتی دو یا کد دهانی و هیچ از طرف دم اکید مجبوره این اول خاکی وطنی خو سوریه کاش که زمان مفلیم تکرار نورله اشتا نوه حالی نکرده شدم دو سه ساعت هیچ از طرف دم از اون نتیجه مجبورم إن شاء الله بأقرب وقت شيء دسمة هذا أم هنا ألمانيا. Türkiye'deki çalışma şartları nasıl, iyi mi? Sayılır. Sayılır değil mi? Yalnız burada sigara içme cezası 72 TL, ona göre. Emlak, kapı pencere, manav işi. Yani seyiş.
Suriyeli müşterilerimiz var Manav'la ilgili. Manav'a geliyorlar, kapı pencere geliyorlar. Şimdi Suriyelilerin adamların burada kimseye zararı yok. Tabii ki her toplumda yani 3-5 tane diyelim 100 kişide 3 tane 5 tane kötü diyor, gerisi kötü değildir. Burada adamlar diyor ki bizim Türkler, biz Suriyelilere yardım ediyoruz. Devletten başka Suriyeliye şahıs olarak kimse yardım etmiyor. Vallahi çoğu kalıcı mı derken burada kalanlar şu anda zaten kalanlar mağdur olanlar. Parası olmayanlar. Adam ne yapsın? 2 tane 3 tane çocuğu var. Bir adam çalışıyor mesela 700-800 bin lira maaşla ne yapacak ki bu adam, nereye gidecek? Bugün yurt dışına kalkmaya çalışsa 3000-4000 dolardan bahsediyorlar. O da gidip gitmeyeceği de belli değil. Onun için burada zaten fazla bir şu anda yok yani, fazla yok. Var ama fazla yok. ضيفك غرابي؟ مش حلبي وطني طبعا السوري. ودريت زي ما قلنا حلبي صور شو هي. يعني شغلنا ما يعني تيش الورنا ما يعني واجي بين معيشات الورنا ما جيان ور زحف زور بين. أما أنا بدري تركيا. أجاب خارجي شغلي صالني بكي. فيش تيوي مش خورا أتري فاكر ديكون يعني. فيش تيوي مش خورا أو فاكر جي كوكتيلة كيتامين دردشتي وانا. باش من جيب مازن كير مكر مطعم فراكي بين از دارم دعوت از خرا از دارم دعوت از سرم هفته جاگی هفته دو جار از دارم خرا ها بود دعوتیم دارن گیزره طبعا یعنی ما او خارجی من سوریه تیف داره اما لفر دعوت از کن و ابگی یعنی ملت ما گیزره لیا ها او چرا گو سر حس کردن یه سر اشکه تو زیب خونه او چیت کت کت دیو میشه ایستا؟ ایدو؟ والا هفولی عبر مخوری لی 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 تبرش مرم زمانه بل بلا بوی عبر مخوری لی 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 هفولی لی بس درب گیرد تو انا زنگی بیده نگانه یواش یواش وکی بین تی بشاله طبعا تگی رادو بی ابو چه سفر داره من از رادو بیم یعنی از نه روی عطل تن نجام روی مثلا از حدود ساعت دو یا کد ها دشوالم تمام یعنی هم جوایی یواش یواش بین انسان دخ محشر حضوره یعنی حرب شش ماه هفت ماه دو سال خ سال فزیده بی سال دو سال خ یعنی حضور بین سال هر انسان که دعایشی کنه مال گیج فکر کنه بزاوجی چی کنه کدش بکی شيء فينا شيء وراكي شيرو بس ما راك بشو ديك ذاك والله زنا برا جاني من از برا يعني برا باش از سر بس تمام از دارم تيم يعني بيشو سب دارم كيس نقول كذا دارك كذا تكوا تي كذا يعني بس شو ما ابا دينسنج دميني ده هذا انسان كي بين خو محفظة كير يعني انسان كي بين تقامش خلقه نبي يعني تخلقه نري تتشتري خلقه نجار تتشتري خلقه نري هما کجی وکی بین قمیش تنابه. هم انسانش تو وکی بین تحت رام میاد تحت حس کجی حس کنیم نه خدایی دیکانه خدایی دیکانه هی. دبی تو اگر لایم منه تو نه وکی بین تو جمع کریجی نه دبی تو اگر لایم منه. میرن معلم. الله. ها ویزی مر. خلوصی. ملاد مرا ولاد حیوان بخم بسیم. از اروپا نرم. هوا شو هوا دبی دنار اروپا میشنارن دبی امروز ام یعنی صحیح وقتی چیش گذاشت اول سکنتی که من هایه هوا یه واش واش اولی شیب بن دغدغه از وقتی من ایجاب خرید دشوالیم هر دشتیم تنها بیانی ایجاب خرید دشوالیم مشوالیم وقتی بسازد داد من چیش گاه خرید ایشان زنی درکه یه واش واش وقتی بین انسان یه واش مازن دبی از اروپا از ناف کردم چی ما ورا ملت من هایه خلق من هایه ناسی من هنر مری من هنر وای ول ادغام زمان که به هنر سری باهی من دیم من
بريمن خوش كيما قلت اه لا سوريا هنا هنا عفرين انا ازغ زعما هذا سوريا يا نار با نار هذا هو هلا عرب بس بفوز هذا ذا فويس ايه هذا من حلب من حلب رايق بالاغاني رايق يعني انت هلا السفره يعني على اوروبا شهدت كلفك هلا انت لك فعليا تقريبا شيء 1000 وشوي 1000 دولار هلا نفس الشيء 1000 دولار عم يتكلفوا بقول بين 700 هلا صايره لا لاني هذا الطريق هذا الطريقه انا مو لحالك طلعان لما حدا لا رحالي لا ولو ايش هاد عم تشفت شلون من لحاله ولا معه حدا يعني بالبلد لا ما في حدا مرفاتي لا يكونوا طلعان لحاله ما في حدا مرفاتي ابدا لحالك مالك خايف يقوم يغرق يطب هذا بالبحر مثل انا هون اشتريت صدرية يعني تضيه سباحة اذا غرق بالمي يعني بدل ما تموت على البشر بتموت على الطريق والله انا بالنسبه لي ما بطلع بالبحر ولا يعني على القصص اللي عم بسمعها الناس عم تموت وتغرق ما بطلع انا هون عايش اروح يعني احتمال 50% اموت ما انا خايف مثلا يغرق هذا البلم او يصير فيه مشكله كذا ما يعاونك يعني انا بدي اخاف حياتي في هي شو اسمه الستره في هي ستره في دولاب عالم قضت تحت الطيران وتحت القصف وعملت هيك ومشيت لا لا عالم عايش بوقفت هلا على البحر هني هنيك موت وهنيك موت انا ما تحط حاله وبتمشي ما في هي هلا هلا من جهه خايف بقول لك خايف من البحر بس اذا معي حدا بشوفه ماني خايف ما دخل اجباري بدي اعرف ممكن لما تكون بقلب يعني اذا بكون بقلب الحدث مثلا يروح الوهم هو عباره عن خلص بقول يا ربي يستر وبغمض وبمشي استنى للصيف وبروح خايف وما بدي اسمع وما عاد فيني انه هون اضل يعني اكثر من هيك يعني انه هون كل شيء غلط طب انا بدي اساعد اهلي طيب انا بدي كيف بدي ابعث مصاري بدي اكل بدي اشرب بدي اشوف حياتي طيب ما هون ما هي ما يعيش هون يعني جدا الواقع يعني ما عاد فيني اتحمل الوضع اللي هون بقولوا لك شو بدك عمور شو بدك تسوي بالاخير يعني اذا صار معك شيء بقول لك ما يشغلتنا انه خلينا روح انتوا بتحلوا مشاكلكم بحالكم ما بصير هالحكي انا ان شاء الله طالع اوروبا وما عاد فيني هون كنا بالصدفة بمعرض أبو ظبي لمدة 7 أيام 8 أيام تقريبا والشرطة تبع نظام الأسد داهمت الأمن تبع النظام داهم المكتب مقابل أنه ينتقلني أنا لأني كنت مطلوب للنظام لأني عمليا أنا صوت ضد هذا النظام والشباب اللي كانوا موجودين 2 هنيك فحكوا معنا تليفون على أبو ظبي أنه مشان ما نرجع على سوريا وبعدين انتقلنا لإسطنبول لنعيش فيها وصلنا 2 هلأ وشهرين تقريبا بإسطنبول كمان and there is one book about Assad regime and this is I think about Arab uprisings بالبداية كانت الفكرة لما جينا على اسطنبول واكتشفنا قديش المجتمع تبعنا والسوري عم يكبر هون وبنفس الوقت ما في أي كتاب عربي ومن هون اجت الفكرة انه نقدر نعمل مركز سوري يقدر يخدم مجتمعنا أولا ونساعد بالجانب الثقافي يلي نحنا هو مهنتنا الأساسية واللي ما حدا مهتم فيه يعني ما حدا مهتم بالجانب الثقافي من العالم نعطي وجهة نظر أخرى للعالم وعلى هذا الأساس تم فتح هذا المكان اللي اهتمينا كتير فيه إنه يكون في فعاليات ثقافية طول الوقت
تبرز الجانب الثقافي عند السوريين، كانوا كتاب، كانوا رسامين، كانوا موسيقيين، كانوا كل هدول الأشياء. امبارح نحن اشتغلنا مع بعض على التأليف وطلعنا الكاركتر اللي عم نشتغل عليه، واليوم الجد، اليوم بدنا ننفذ اللي اشتغلناه على كبير. اوكي، انت قصدك بالتعرف؟ جينا على تركيا لانه صارت امور الفيزا بمصر وقفت تقريبا، صارت صعبة كتير وما فيك تعود اللي يعني بشكل غير قانوني illegal. لهيك اجينا لهون لانه هون اسهل علينا بكتير شغلات، بموضوع الشغل، بموضوع الفيزا، ويعني عم بركي تكون بداية فريش. حتى قالوا انه حيكون في مساعدات بالنسبة للاجئين اللي اخذين تصريح الإقامة او الكملك، حيكون في رواتب مخصصة يعني مثل بلدان الاتحاد الاوروبي اللي عم تصرف على اللاجئين الموجودين هناك. لهلا ما في اي شيء يعني. نحن لما بلشنا نقول للناس من أول يوم أنه هذا البيت بيتكم، نحن كنا قاصدين أنه يكون بيتهم. أنا بيهمني كتير الناس لما تفوت لهون تتصرف كأنه بيتها، لأنه أنت المكان الوحيد اللي بترتاح فيه وبتحس بالأمان فيه هو بيتك، ونحن هذا اللي عم نحاول نعمله هون حقيقة. أنا بظن أنه موضوع الاتفاق الأوروبي التركي لجعل اللاجئين يضلوا هون ما بشوفه أنا سيء بالنهاية. بالنهاية اللاجئ اللي طلع من بلده هو مجبر أنه يطلع من بلده، هو بده مكان آمن يعيش فيه. وأنا بظن أنه تركيا هي بلد أحسن وأفضل للسوريين تحديدا من أي بلد بأوروبا. السوريين بطبعهم بيحبوا يشتغلوا، بيحبوا يكونوا فاعلين بالمجتمع، واللي عم يطلعوا لأوروبا عندهم حالة ملل طويلة وكبيرة بسبب أنه ما في شغل، ما في فرص عمل، بدهم يضطروا سنوات ينتظروا ليلاقوا فرصة عمل، وهذا وضع صعب. الحمد لله رب العالمين، ملاتي سوريا كده تشجو عم بثبت وجوده بشغلي خوب، ذكائي خوب، كفائي خوب. ملاتي ما دركت كبير ملات تفع مونترن بار مثلا اي سيرو بملاتي سوريا، شباب سوريا مثلا اقل شيء سي لغه تزونن كده تشي مرغوبه وما هالشي شانس هنا. ها هاي آخر أبرة عندك؟ لا، في كم واحدة؟ تنتين بقي. بس تنتين بقي؟ تمام. بكرة عندك كمان؟ ماشي. وبعد بكرة؟ تمام، بس مشان تعمل حسابك. ايه ماشي، معافى يا رب. الله يعافيك. أهلين، الله معك يا رب. يعني خدي ساعدة حركاسي بي، يعني شو بي السورالي؟ السوري ماش قرفة كريبي وبس. يعني تشكي ما يعني أم تشين كداري بلا زانب أم إنسان، يعني أم إنسان كرماتي مهايا حقي مهايا. Bugün bir tekstil burada bir sürü tekstilci var. Adam ne yaptı? Türkiye'yi çıkardı. Yerine 3 tane Suriyeli aldı. Çalıştırdı. Tam ay başı geldi. Parasını alacak bir şekilde ya hırsız damgası vurdu ya bilmem ne yaptı. Adamın parasını vermemek için elinde gelen her türlü pisliği yaptı. Ben çok kişiye şahit oldum burada. Yani bahane arıyor ki adamın parasını vermesin. Ya bu adam zaten 400 milyona senin yanında çalışıyor kardeşim. Niye vermiyorsun parasını? Bunu dediğimiz zaman diyor ki ya vay sen ne karışıyorsun? Ya ben karışmıyorum ama bir insan olarak bu benim zoruma gidiyor kardeşim. Yarın onların yaşadığını bizim yaşamayacağımız ne malum? السلام عليكم. السلام، مرحبا. كيفك؟ مشتاق لك. كيفك؟ الحمد لله. دروس ماشي.
جا جوان إسلامي تشاوي بعضي جوان تشتغلين ناشتغلين شو وضعي بيه؟ نه مجرد إنه وراقك إقامة كداني ما فهم ليك رو إقامة شيء يعني رمضة نار بس بتي إشي بينا قد شو مثلا بلدية دارو معي لم شمل مقول تشت في دارة جنت هنايا ألو مرحبا أهلا وسهلا شو إنت؟ الحمد لله تشو إلي؟ رندا قلت لك تشوفن زرات نت تموري خبر تو بك اما خمه ما ور ما خمه يا شو شيدارات احمد نيفانك ما هي او ام سوزي الجامنه اكس لوف كيف تاده ابو جوان ايفار باش مرحبا اشتري ايفار باش صابت ابو جوان جبو وضعي فازاروكا افزاروكا نال فيرت الويدكي ايه الويدكي اشترنا بين شبتر شوي وضعي تا محكماتا كنجي وكنجي اقاماتا شيكن كا شبتر شوي يعني جبو افزاروكا نال اسطنبولي بتاني وتلويدا والله دور بويا الفدارج دور بويا يعني محكمة ما بدارن كخستان اقامة منستان دي حتي هرام قصد كنت بين زوية بساكنة يعني أبن أزراق من التي ماني الويدا أنا تليفون أجمر فات كنت بي ورن أوروبا ووضع أوروبا قلكي خوش وآلي كاريب من التي سوري ردكين أفتشتانا هني يا تنانا نا والا تحمود دنيا يبقارد وكوراتي خوشنا بيدي باري قوتنا شام شاكرة ولا تشيرين ترى آه والله هو براس يعني حتى اشتبه قد تكارب أبو قاتك يتشتكي تشخور بقري لسر وضعي خوات بساكني قلكي باش أفزارو كانا تقاب الزوب زوب قين جمتا تشيتر باش والله ماجي قصواتي زاروكا برخوري والله بس شبو زاروكا بي أكتر كاتين وما خاكر خطفي وبيتشتاكش راست قلك عائلة بوضعي فاطمة هنا نفاطمة بتانية دفي حاليدة دفي واريدة قلك جصدي بيست عائلة إيج جن وزاروكي خو لعرضة تركي هشتنا وزلام دركتنا أوروبانا يعني قالك هنا وضعي فابيركا فازاروكا يعني قالك يبريشان بونا شوف شد عطيه حكيز معه ده حكي معه آخر مكالمة ده شوف شو إيه ماشي حاول تنزله أنت لأني كتير تعبت مصاري يعني لا تفهم ماشي انتبه ما يصب عليك يعني لا تفهم بس خلي إهدى الجو هون يلا تعرفت على المغرب يعني عن طريق الإنترنت هو كمان دي ساعدني إنه حاول يعني أعرف شو وضعي ودي ساعدني هو قدر الإمكان إنه بدي ساعدني إنه مشان أوصل بخير وسلامة. هلا 60% 70% بدي أطلع من إيطاليا. إنه الطريق أقرب لهنيك هو أمل لحياتي. أما إذا تعسرت الأمور إنه أنا بدي أطلع إجباري من شنقلة أو أزمير. إنه إجباري بدي أنجبر إنه أطلع. إنه مسافة مثلا هالساعة زمان. أما إذا تكسرت معي بدي أطلع من هنيك Aslında bu işte sen kimseyi çok fazla bulmuyorsun. Zaten gitmek isteyenler bir şekilde bu işi yapanları bildiği için bir şekilde bir bağlantılarla, telefonlarla bu ağın içini hemen arayıp ulaşabiliyor, öğrenebiliyorlar. Şimdi mesela işi küçük yapanlar var. Bir de işi daha büyütmüş olan bildiğin artık tam büyük mafyaların aldığı bir sistem var. Onlar zaten artık büyük gemilerle gemileri kendileri satın alıyorlar. Yolcuları kendileri bir defada çok büyük sayılarda yolcu götürüyorlar. Ama ona göre de ücretler değişiyor. Yani büyük
gemilerle falan gidenler, onun 2-3 kat daha fazlasını veriyorum. Son zamanlarda Suriye'den falan gelenler 2-3 yıldır çöküyor. O gelenler daha çok zaten parası falan olmadığı için bir şekilde onlar yeterli miktarda para bulamıyorlar. Onlar da olarak küçük teknelerle, filkalarla, botlarla falan karşıya geçiriyoruz. Ya da işte şu an geçirenler daha çok parası yoksa küçük teknelerle geçiriyor. Onlarınki işte $1,000 civarı oluyor. Eğer ailece falan çocuklarıyla gelmişlerse, eşleriyle gelmişlerse, onlar da işte beraber geldikleri için daha cüzi biraz daha indirim yapılıyor. E خلاص ماشي ده. أدى ساق أدى اللي هي بخمس دقايق كمان ده دقل أو كمان ب بس إشي ب بحدا كلامه حوزات كم ما بين كم طرب بحدا كلامه حوزات كم هذا. ایمش مرا جمع بدال استانبول یعنی پر زور خواهد و گل خواهد از بر وقتی من از بحثی من جنم رو باشه از هر مدری از اروپا خواهد همون بری وی به ده ساله یعنی دوباره وقتی من تبر سر بس بی همون بر نه ملتی من زحف شونه پر شونه مدری یعنی قیمتی این نمایی و ایشالا وقتی من سوره چه بیشی ای مفتن عفرینه خو، عفرینه دیام من، باب من، برای من خوشگی من گل برنم، آبد من گشت گل برنم، خاله من برنم. یه عفرینه چه بیه؟ بس یعنی سواج نامینه، حرب نامینه، از دفتر معفرینه. اقامه نابه بله ناکه که بس اقامه پیدنه سر موجبه و اقامه یعنی ارتقامه و راقی خوابه منشینن اشتال ور چقدر تهاری ورد بین ایش لور المانیا اقامه به خطوه صرف اکش المانیا به ورد چقدر بلعبتی و راقی خواد چکه ورد فیده نابینی ایش لو داره یم بین زمور جین امی سکنین یعنی اکه چوبه بین زم المانيا ازم اول شي مكتبه اشتا حتى صفي دورو دي دو سيسي بوشي غ او مهنه الكترونيه تركت من ازم دي كون خو وقتم باكي دو چونش تركي انا المانيا وقت ما كو معلمينه دو سي سولدا كوم مالي كون خو وقتي اشتا يوشو شن بان من هر كارم دي كون مازم بكن ان شاء الله دو درا جور چت تر به اسطنبول مدينة فيها حياة طول الوقت فهذا بناسبني إلي يعني كشخصيتي يعني فهذا رح حبه أكيد بس السبب الحقيقي بالنسبة إلي إنه أنا ما غادرت لأوروبا أوروبا مثل ما كمان قاعد قلنا هي بتغيرك كتير أنت مضطر تغير نفسك كتير بأوروبا لتنسجم مع المجتمع هون أنا ماني مضطر لأنه أنا بيرجع لوطني بديرجع لبلدي بديرجع لسوريا فأنا بصير الخيار عندي سهل كتير الرجعة يعني ما رح حس انه عشت 5 سنين مختلف باوروبا رد احمل حالي وارجع على سوريا حس رد باختلاف كثير كبير بالنسبه الي يلي عم يزت اللاجئين بالبحر بعيدا عن الحكومه وحقيقه هذا رايي الشخصي هو الحكومات الاوروبيه اللي عم تخلي
الناس تروح بالبحر تموت وليس الحكومة التركية وليس العكس، لأنه اللاجئ بده يغادر لفرصة أفضل، والحكومة الأوروبية ما بتقبل الناس غير عن طريق البحر. إذا أنت تجاوزت البحر ووصلت لعنا سالم فنحن منرحب فيك، أما إذا متت بالبحر فمنيح كتير، يعني هذا بيكون كتير منيح بالنسبة إن خلصنا من عدد من اللاجئين. جيانا سوري حطاق روسيا والصين وحزب الله اللي بشتايب سوري ناقي تش حلي حريك بهواكي، يعني هاور دورا سوري وقرا حريك بهواكي كس حليش سوري ناخوازن قشت خراكرنا يتخوازن. فأزدبينم إنه جيانا سوري بيرزور به قس سوري فقر وك هيام خواني بري بزحمتي ويتشيب به. يطلع بالبحر مجبور إنه يطلع بالبحر، حياة أو موت، يا بتموت يا بتعيش، هي فرصة إنه قدر. اتصل بسلام. الله معك، بدر سلام. احكي معي ها. ماشي ماشي. الله معك. يلا سلام.